انت ممكن تمسك كوبايه ميه وتشربها. الميه خلقت لهدفين، هدف صغير وهدف كبير. الهدف الصغير انك ترتوي عشان تعيش، ده الهدف الصغير. لو شربت الميه وارتويت ووقفت عند الهدف الصغير وما اشتغلش عقلك بعد كده، انت حققت الهدف الصغير بس، عشت، وده حاجه كويسه، بس ده الهدف الصغير. لكن لو شربت الميه وانطلق عقلك الى الرزاق وقلت لنفسك سبحان اللي وصل لي نقطه الميه دي، سبحان اللي علق رزقي في سحابه معديه في السماء كل نقطه فيها مكتوب عليها رايحه لبق فلان، تبقى اتنقلت للهدف الكبير لخلق الميه، معرفه الله باسمه الرزاق. فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ تنزل نقطه الميه من السماء والله مكتوب عليها رايحه لبق فلان، تنزل النقطه تعدي على النهر الفلاني، تروح في الماسوره الفلانيه، تتعبى في الازازه الفلانيه، تنزل في الكوبايه الفلانيه، هي كان مكتوب عليها رايحه لبق فلان. فلان ده في جده ولا في القاهره؟ ربنا كاتب ان فلان دون هيجي من جده، هيجي لغايه يوصل لغايه هنا، يوصل لغايه مكه عشان مكتوب له ان هو هيشرب كوبايه الميه اللي انا ماسكها في ايديا دي، مكتوب ان هو هيشرب. بعد اذنكم، دول مكتوبين ساعه ما كانت السحابه في السماء. انك تعرف الميه انها رويتك، ده الهدف الصغير اللي اتخلقت من اجله الميه. انك تعرف من الميه دي الرزاق المهيمن، ده الهدف الكبير اللي اتخلقت عشان الميه.